ستيفن هوكينج الفيزيائي البريطاني الكبير. وهذا الرجل اللي ضخم وصنع له هالة يعني أراها غير منطقية. وفي كل مؤتمراته يعني ما فيش مؤتمر إلا كان يتعمد يكرر إن من ساعة الانفجار الكبير أو العظيم، بينما هي نظرية إلى الآن يعني لا نستطيع أن بالطبع لم تثبت ولا يستطيع أحد أن يقول والله هي فعلا ده اللي حدث، لأن كلام القرآن العظيم بيعطي معنى تاني.